فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم؟ إذا استنفره الإمام، أو حضر بلده عدو، أو حضر الجهاد، حضر المعركة. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فيتعين الجهاد في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا استنفره الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. والحالة الثانية إذا حضر المعركة لا يفر. والحالة الثالثة إذا دهم البلد عدو، إذا دهم بلده عدو فإنه يتعين عليه أن يقاتل ويدافع العدو. نعم.